على الفري فورم ديفورميشن او الاف اف دي جوه الماكس. ده موديفاير لو انا عندي مثلا كوره ممكن احط عليها موديفاير اسمه الاف اف دي، فري فورم ديفورميشن. فري فورم ديفورميشن في منه 2 في 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. لو حطيت 2 في 2 يطلع لي بوكس 2 في 2. طب همسح ده واحط 3 في 3 يطلع 3 في 3 وهكذا. الأربعة يطلع 4 في 4. طب افرض انا عايز 6 في 6 او 7 في 7، اقول له بقى حط لي نوعه ايه، فري فورم ديفورميشن بوكس، واقول له سيت نمبرز واكتب اللي انا عايزه. ما هو في 2 في 2 و3 في 3 و4 في 4، ممكن احط كمان مثلا 6 في 6. طيب حطيت الموديفاير هستفيد ايه بقى بالنقط اللي طلعت دي؟ هستفيد ان انا ممكن اقول له من هنا كنترول بوينت امسك النقط دي ممكن العب فيها يلعب في الكورة. يعني ممكن اعمل من هنا مثلا شكل زي تفاحة، اقول له انا عايز اعمل سكيل والعب في الشكل ده كده، وبعد كده امسك مثلا من الطب امسك النقط الاربعة دول ممكن اعمل الت واطرح ايه الزيادة. وبعدين امسك النقط دي، سوري انا عملت كليك بره، همسكها تاني وبعدين اعمل موف لتحت تطلع زي التفاحة. تمام، يبقى انا كده الموديفاير ده الاف اف دي هو بدايات ان احنا نحط رجلينا على اللي انا اشتغل الموديلنج بطريقة التشكيل، ان انا بشكل الموديلنج بتاعي. طيب في الاف اف دي الموديفاير فيه شوية حاجات كده عايزين نتعرف عليها. احنا قلنا في الاول سيت نمبرز، الديسبلاي لللاتس دي، السورس فوليوم شكله عامل ازاي، الديفورم على الفوليوم كله ولا على الفيرتكس، تعتبر هي هي. في كمان عندنا هنا فوق حاجة اسمها اللاتس والسيت فوليوم. لو انا قلت له اللاتس دي انا ممكن اقول له انا عايز الايه الشبكة بتاعتي احركها، مش انا عملت شكل التفاحة. تمام، عايز احرك شكل التفاحة ده كله على الايه، على الكورة، ممكن احركه كده، ده اللاتس. طب ايه بقى السيت فوليوم؟ السيت فوليوم ان انا ممكن اجي من هنا هقعد مثلا ايه، عشان انت عايز اعمل شكل مثلا، سوري نطلع على الكنترول بوينت تاني، عايز امسك الكنترول بوينت اشد كده، فهتلاحظين كل ما بشد كل ما المسافه ما بين ده وده بتطول، ممكن يحصل عليا وقت المسافه دي تبقى بعيده جدا، فبقول له سيت فوليوم امسكها ارجعها تاني واقول له كنترول بوينت وامسك الكنترول بوينت اطلعها لفوق، سيت فوليوم ارجعها تاني وامسك الكنترول بوينت، امسك الكنترول بوينت عشان اديها لايه لفوق. يبقى لما برجع تاني سيت فوليوم هو الغرض منها ايه، ان انا بعمل اعادة توزيع للشبكة عشان اقدر اشتغل واكمل الفورم. هنا في عندي ريسيت، لو انا عملتها ريسيت كده وانا واقف على سيت فوليوم يرجع لي الشبكة للاصل اللي هو الاصل بتاعها خالص. تمام، ممكن ارجع تاني الكنترول بوينت وابتدي اشتغل فيها لو انا عايز اعمل ايه موديلنج من اول وجديد. طيب هناخد براكتس على الموضوع ده، عايزين نعمل مخدة، فانا هعمل شنفر بوكس هنعمل شنفر بوكس هسنطره. بعد ما سنتره حاجه من هنا هديله الفيلب بتاعه كده، وفي الفيل سيجمنت هعليه
هعمل F4 عشان اشوف الشبكة، وبعد كده Alt W، وبعد كده هزود سيجمنت هنا. بما انها مخدة يبقى انا محتاج ازود سيجمنت عشان كده تطلع معايا شكلها ايه، ناعم. وحتى كمان في اللايه هزود سيجمنت، واحط ال FF دي من نوع 4x4x4. همسك الكنترول بوينت، وبعدين همسك النقط دي وانا عامل كنترول على الكيبورد عشان ايه اجمع معايا النقط. بعد ما مسكت النقط دي هعمل سكيل على المحور ده، راح جاي مسك لي ايه بقى، مسك لي الحروف بتاعة المخدة وايه، وعملها كأنها متخيطة. ولو عملت موف هنلاحظ ان المخدة دي كأنها محطوطة على الارض كمان. لو عملت موف هنحس ان المخدة كأنها ايه، محطوطة على الارض. طيب انا كده خلصت خلاص موديلنج للمخدة. عشان تبان برضو مخدة مظبوطة لازم يبقى فيها ايه، شوية نويز، مش معقول تبقى شكلها كده بس. فبحط عليها موديفاير نويز اطلع منها كأنها ايه، ممكن العب على الزد واخلي السكيل صغير، حاجة زي كده. لو شلت F4 تبان الشكل كأنه ايه، كأنه مخدة. تمام، بكده يبقى احنا خلصنا الموديفايرز في محاضرة النهاردة.